صباح النور كما كنلاحظوا في هذا الشريط واد المحنش على وشك ان يفيض عن مجراه بسبب الامطار الغزيره اللي شهدتها تطوان المناطق ديال هذه الليله يوم الاحد 18 مارس. وبكل اسف يعني هذا الماء كان بالامكان يكون مخزن الان في سد واد مرتين السد الجديد الذي لم ينتهي بعد، ولا نعلم لماذا تأخر. هذه فرصة تضيع لخزن الماء للسنوات القادمة بكل أسف. تبارك الله، هذا العام طاحت الشتاء وكنلاحظوا بأن هذا الواد عمار، وكنتسائلوا بأن هذا الماء اللي كيضيع ما كرهناش مثلا نستغلوه في ديك السد الثاني اللي عندنا باش ما يوقع لنا شي مشكل ديال الماء مرة أخرى ويبداو يقطعوه هنا كل عام. ولهذا كنتمنى من المسؤولين يشوفوا لنا الحل ديال داك السد، لان ديك صار مع 10 سنين وهو كيتعدل. والسؤال اللي كيتطرح هنا هو علاش السد باقي ما وجدتش، وهاد السكينه ديال تطوان كامله كتعاني مشكل ديال الماء في وسط العام الى ما طاحتش الشتاء.